حكي كل شيء عن كل شيء وضيوفنا لليلة. دوري سمعون ميشيل أزي سابين توني مهنا غازي صعب سينتيا خليفة ربيع بارود وصديقنا لليلة ميشيل أبو سليمان. عن جد انا شاهد، يعطيك الف عافيه لانه بعرف قديش عم تتعب بالتمرينات وقديش عم تجي عن جد مكسر على حديث البلد. الحمد بس لله. الحمد لله المقصر من هون وبالنازل من هون ابدا مش عم بتقصر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله لإلكم كمان لإلنا كمان لأنه بدنا نعمل حلقه مشان هيك. بس ميشيل فرخ البط عوام. ايه عوام كثير طيب وزلابه ومعكرون كمان معكرون. قال لي مايكل شو هالمايكل يعني غطى عليك بالحلقه انت تعمل حركات وهو يعمل حركات اخذ شقله مهضوم كثير مهضوم هذا قريب لمين طالع؟ لامه اكيد امه مهضوم على كل حال خلينا نبلش مع ضيفنا الاول اللي استمتعنا بالحكي معه تحت الهواء قد ما رح نستمتع على الهواء اذا الله اراد. وهلا حديث البلد مع دوري شمعون. البلد هالشباب وصبايا اللي عملوا لك هالهيصه القويه القويه هن شباب مدرسه الايست وود كفر شيما والمنصوريه الفرعين معنا. دوري سمعون اهلا وسهلا فيك، انت نائب بمجلس النواب عن قضاء الشوف، رئيس حزب الوطنيين الاحرار وابن الراحل كميل شمعون، احد ابرز رؤساء الجمهوريه بلبنان واللي اخذت عنه الطله الاناقه والجراه بقول الامور مثل ما هي. شو الصفات الثانيه اللي اخذتها عن الوالد الله يرحمه؟ انا بظن انه من احسن صفات كميل شمعون كانت كبر قلبه. والذكاء اكيد كمان وذكاء كمان كان يعني فائق الذكاء. ما اختلفنا بس نعم. في كثير ناس اذكياء وفي كثير ناس بس بس ما عندهم الانسانيه ما عندهم الانسانيه هيدي ما عندهم روح التسامح اللي كانت موجوده عند كميل شمعون الله يرحمه. على كل حال يعني من رجالات اللي لبنان بعتقد ما رح ينساهن على طول الزمان. وكبرنا يا بي وكبرنا يا بي كبرت في لكميل شمعون اليوم، شو بتقول له؟ بدي اقول له منيح منك هون الايام. مظبوط. دوري شمعون اليوم الانتخابات هي حديث البلد وخاصة القانون الأرثوذكسي، أنت المدافع دائما عن حقوق المسيحيين، شو اللي خليك ترفض اليوم قانون يقال إنه بيصون حقوق المسيحيين؟
شوفي قبل كل شيء في نحن الأهم ما يكون بدستور لبنان. نعم. هي مؤدبة الدستور. نعم. إنه لبنان بلد تعايش. نعم. لبنان بلد الحريات. لبنان يلي بده يسعى دائما إنه يعامل كل المواطنين بالتساوي. أنا بلاقي إنه هون جايين عم نقسم لأنه الأرثوذكسي عم نقسم طائفيا لدرجة إنه يلي بالطوائف الصغيرة صغيرة مثل كأنه مش حاملين ذات الهوية اللي نحن حاملينها. يعني أنا ابن طائفة كبيرة في أعمل رئيس جمهورية في أعمل يلي هو هداك الابن الطائفة الصغيرة المعنطر ما في ينتخب حدا لأنه ما في مين يمس مستبعد كليا يعني مستبعد كليا بقى. أنا بلاقي إنه أي سرطان البلد هو الطائفية. أي قانون برأيي أنا عم بكرش الطائفية زيادة عمال يعمق هالسرطان بالجسم اللبناني يلي هو آخر شيء بدناه. أكيد، لأنه بالنهاية الكبت إذا حسوا بالكبت والحرمان رجعنا من أول وجديد لنفس هو بيقولوا لك إنه عم يسون حقوق المسيحية وكذا يا عمي. طيب نحن في أساليب ثانية نسوق حقوق المسيحية فيها ونخلي هالتقارب دائما موجود. أنا ابن الشوف. نعم. أنا منتخبيني غير مسيحيين أكثر ما هني مسيحيين مع إنه أنا ماروني. صحيح. طب ليش بدهم ياني أنا كل الجماعة اللي صار لهم سنين ماشيين بصفنا السياسي ومتفقين نحن وياهم اللي هن من غير طوائف ليش بدي إنه أنا ما عادش بدي ياكم اليوم؟ نعم. بالحلقة الماضية نعي النائب غازي يوسف القانون الأرثوذكسي رسميا من حديث البلد وقال إنه ولد ميت هالقانون، بتوافق الرأي على هالنقطة؟ أستاذ دوري جاي على الأربعين أصلا. نعي هو طلع بالكاميرا قال بمزيد من الأسى واللوعة. سمعت مثل ما قال لك جاي على الرأي. نعم. على سلامتكم يعني عواصل خالص يعني اكيد بتشرف. دوري شمعون، مؤخرا رجعت ابنه شقيقك السيده تريسي داني شمعون على البلد وعم تتحرك على امل انه تترشح على الانتخابات، واعتبرت انه خطك تقسيمي وانك متحالف مع التطرف والسلفيه وقاتل داني شمعون. كيف هاي السلفيه؟ منيحه هيدي السلفيه. كيف هيدي يعني كيف هيدي القصه؟ هلا ليك بتضلها شو ما قالت بتضلها بنت خيي بنهاية الأمر. نعم. ولو داني موجود الله يرحمه كان يمكن بيختلف الموضوع كله سوا. تريسي معتبرة أنه وما تعلمت من جدة لسوء الحظ. نعم. شيء اللي اسمه التسامح. نعم. نحن يلي كانوا موجودين بظن الشباب كانوا يمكن بعد ما خلقوا المشاكل. نعم. كانت تصير بالزمانات بينه وبين حلفائنا ولا يعرف شو الثمن يلي دفعني يلي منه حادثة الصفرة. حادثة 79 7 تموز. أيوة. يلي هي تبع 7 تموز. نعم. 78 سنة 87 79 أو 79 بالأحرى معك. كمين شمعون عفى الله على اللي صار وعلى اللي مضى. واحتوى هالأمر. بنحتوي لأنه في أخطار اللي هي أكبر من هيك وفي شيء اسمه لبنان بنهاية الأمر. نعم. وأنا بعدني متابع ذات القصة. أنا نعم. بالخلاف بالرأي بختلف معهم كلهم بس نعم. في شيء اسمه لبنان يعني في حدود للخلافات. نعم. هي مين بتقصد بقاتلي داني شمعون؟ هي بتقصد سمير جعجع. وقالتها مرار عديدة. نعم. إنه كيف أنا بسمع لحالي أقعد مع سمير جعجع؟ نعم. جربنا فهمها انه المحاكمه طبعا مش عم دافع عن سمير جعجع مش شرط يعني نعم. بس المحاكمه اللي صارت بايام اللي كان في احتلال لجيوش غريبه بلبنان. نعم. لقوه لسلطه غريبه. نعم. بلبنان والملفات اللي كانت كلها تتفبرك. صحيح. حتى تتهم فلان ولا فلان كانت عم تفبرك الاجهزه الغريبه. نعم. ومن جمله الفبركة يلي يعني اليوم انت صاحب الخسارة وانت عم بتقول هالشيء يعني انا عم بقول انه لو كانت الظروف عادية وصار طلع حكي من النوع كنت اكيد
امنت انه هي المحكمه حكمها مظبوط. مش عم بقول شيء عن الـ عن الـ عن القضاة، القضاة اوادي ما لهم دخل بالقصه، بس القاضي على شو بيحكم؟ بيحكم على الملف والمعلومات اللي عاطينهم اياها، الملف والمعلومات كانت كلها مفبركه يعني، وجربوا يحط يتهموا سمير جعجع بانفجار الكنيسه يلي تفجرت، ما لقوا انه في عندهم كفايه حتى الكذبه تبعيتهم تكون راكبه، اخذوا ملف داني وفبركوا له اياه بالشكل اللي بدهم اياه. انا هون عم جرب فهمها لتريسي انه يا عمي انت ما لك حق اولا تعتمدي هالحكم هيدا، انه هيدا مين بيأثر على تريسي اليوم؟ ما بعرف والله لحد هلا ما بعرف مين يعني بتعتقري على اتصال على اتصال بجهات لبنانيه؟ انا افتكرت حالي انه قادر اثر عليها لسوء الحظ ما قدرت. بس بتعتقد هي اليوم على اتصال بجهات لبنانيه اخرى يعني؟ ايه عم بتكون على تواصل قد ما بدك. هلا في هن بالزمانات الاجهزه جابت تريسي حتى تشق حزب الاحرار، كان بعده الحزب الوحيد اللي ما قدروا شقوا. قدروا شقوا كل الاحزاب من كتائب وما غيرهم، الحزب الوحيد ما قدروا شقوا حزب الاحرار. جابوا تريسي افتكروا انه بواسطه تريسي رح بيقدروا شقوا الحزب. ما هون بدي بس للي يعني ما بيعرف انه تريسي هي ابنة المرحوم شهيد داني شمعون من زوجته من زواجه الاول. على سيرة الشهيد داني شمعون نعرف انه بنته الصغيرة تمارا كان عمرها 6 أشهر يمكن خلصت من مجزرة التصعيد البشعة، ما لقوها ما عرفوا فيها لانه كانت بالبيرسو يعني بالمهد بأوضة تانية بغير أوضة، و يعني هالمجزرة اللي استشهد فيها والدها وامها وشقيقيها. اليوم شو وين صارت تمارا؟ شو عم تعمل؟ تمارا عم تدرس بسويسرا، عم تخلص يعني جامعة بسويسرا. نعم، وكيف علاقتكم معها؟ على تواصل دائم؟ علاقة جيدة جدا مع تمارا، ما في مشكلة. نعم. دوري شمعون، اليوم قربت الانتخابات، كيف علاقتك بوليد جملاط؟ ويا ترى رح تتحالفوا سوا على الصعيد الانتخابي؟ يعني بتوقف طبعا على قانون الانتخاب. نعم. كيف بدها تكون التركيبة الانتخابية؟ نعم. دوائر صغرى، دوائر فردية، تقسيمات المناطق، كله بتوقف عليها. هلا بالنسبه لعلاقتي مع وليد جملاط، نحن بالرغم من كل الخلافات السياسيه اللي بتبقى تكون بيننا وبين وليد جملاط، كان دائما في شيء يلي هو مهم كثير، واللي كان دائما يخلي العلاقات الشخصيه تطغي على الموضوع كله. انا في عندي شيء اسمه التعايش الدرزي المسيحي بالجبل، يلي هو بعتبر انه اذا ضعف التعايش هيدا مثل شيء عقدي بسنسله الظهر وفرطت وفرطت كل السنسله. نعم. مشان هيك بنحافظ كثير على 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 العلاقه هيدي، لانه بدنا نعيش مع بعضنا. نعم. ومفروض نضلنا عايشين مع بعضنا وما نسمح يصير في يلي صار بالماضي. أكيد حتى ما نرجع نسترجع الماضي القليم. أنا رح أرجع على الماضي اللي قبل يعني ماضي الأحداث، هيك دايما بسترجع برددها ستة مخبرتني إياها بعد 52 يعني وشبه القلاب يعني اللي عملوه كميل شمعون وكمال جملاط على شيخ بشارة الخوري. طلعت هيك غنية أو مثل نوع قرادة يعني يقولوها بالجبل، يقولوا طيارة طارت بالجو راحت صوب المختارة، هنت كمال وكميل وعزت بالشيخ بشارة بوقتها يعني احتفالا باستلام الرئيس شمعون للحكم ونجاح الانقلاب. على كل حال انا هلا بدي يعني بالمناسبه على سيره حزب الاحرار بدي وجه تحيه لزميلنا بالام تي في رئيس الهيئه الطلابيه بحزب الاحرار سيمون درغام واللي موجود معنا الليله ورافقك على حديث البلد. كيف شفتيه مع انه عمل رجيم مش مبين؟ لا ما احلاه معبى موقعه. هو مع الرجيم مش قادر يفوت لهون. معبى موقعه عم يشوفه. لا انا مبسوط هلا عم ياكل، بدهم يسلموه الحزب منشان هيك. دوري شمعون، من 10 سنين يمكن كان عندك غير رؤيه او تنبأت اشياء يمكن ما صارت او تنبأت اشياء وصارت، ولبعد 10 سنين
يمكن كمان عندك رؤية مختلفة، مشان هيك رح نعمل لك دوري شمعون وانترفيو 10 سنين. دوري شمعون، بعد 10 سنين المناصفة بلبنان بتكون بعدها قائمة؟ بعد 10 سنين بتأمل، وهذا يمكن حلم أكثر ما هو تفكير جدي كثير. نعم بدك، لأنه كأنه wishful thinking، يعني wishful thinking شوي، إنه يكون بلد غير طائفي. غير طائفي، إن شاء الله. من 10 سنين كنت بتتوقع هيك يصير بسوريا؟ كنت متوقع وكنت حابب. ما صارت قبل، صارت هلا. بس كنت تتوقع انه يعني جاميت روتار وبيان فير بيقولوا مش هيك. ما في ذاك، هيدا حكم بسوريا مثل الحكم كان بمصر، مثل ما كان الحكم بليبيا، مثل ما كان بتونس، مثل ما كان باليمن، مثل ما كان. هي الدكتاتوريه خلصت. نعم اليوم ما عاد في الواحد يعمل دكتاتور، وفي شيء اسمه هيدا الوشواشي، مش هيك بنسميها انت؟ مش هيك؟ ايه الوشواشي؟ ايه الوشواشي تليفون يلي هي بنص ثانية او الانترنت والتليفون، مش بس بتحول الخبر، بتحول كمان الصورة. نعم. بعد 10 سنين مين بيكون رئيس حزب الأحرار؟ بعد 10 سنين هيك صرنا بدنا نبصر بالقهوة. في جابرييل وفي كميل. في بضل في بعد 10 سنين سألناك عن المناصفة، قلت wishful thinking. إذا خلينا نقول wishful thinking كمان هون، بدي مش شوفي، أنا مش قضية جابرييل ولا كميل، لا أنا هون مني. نعم. مني بهال، بس هي قادة. نعم ولادك. يلي قد الحمل بيكون، ويلي لأنه بدها تضحية. ضروري يكون من بيت شمعون؟ لا لا أبدا. آخر شيء درغام. درغام إذا ضعف شوي. إذا ضعف. بعد 10 سنين بيكون صار في زواج مدني بلبنان؟ زواج متعة يمكن أكثر. المفروض إنه بعد 10 أشهر إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسمع منك. وأنا يعني أنا شخصياً عتب علي بالإنترنت إنه عم بتشجعي الابتعاد عن الدين، نحن عم نحكي مع الاختيار، حرية الاختيار. يعني ما حدا يعني ما حدا عم يمنع الزواج المدني، بس بقبرص ليش عم انه ليش مسموح بقبرص وعم. نعم. بسجلوهم وبالنهايه لكل واحد حريه الاختيار. يعني بقبرص بامريكا بانجلترا بيتجوزوا برا هونيك. لا اللبناني اللي بده يتزوج عم يتزوج مدني، عم بيروح بيضطر يروح على قبرص. يلي هون بيروح على قبرص لانه ارخص واقرب شيء. بس انه يلي قاعدين برا كلنا عم بيتجوزوا برا، عم بيجوا بيسجلوا زواجهم بشكل شرعي، عم بيسجلوا اولادهم. هيدا في نوع من الخيخنة إذا كان بدك. مظبوط. والكيخنة. مين المستفيد الأساسي من عدم تطبيق الزواج المدني بلبنان؟ هلا الكنايس والجوامع تفتكر إنه هن مستفيدين بالشكل هذا. أنا برأيي لا. نعم. أنا برأيي إنه اليوم يلي مآمن بدينه. نعم. راح بيعمل تنتين. راح بيكون جواز المدني إجباري، لأنه القيود هيك بدها تكون بدولة مثل كل دول العالم. وبعدين يلي بده يروح يتجوز كمان بالكنيسة، أو بتجوز بالجامعة، يتجوز بالجامعة. بعد 10 سنين شو اللي بتحلم إنه يكون صار؟ إنه كل الشباب هودي اللي عم يسمعوني الليلة يكونوا عمال يبنوا لبنان سيد حر مستقل بكل معنى الكلمة. يعني الليلة مش قصدينا تكون شوفية، بس كيتي كمان من بعقلين. انتوا لا انت عم تعمليها شوفية العملية محض، انتبهوا هاي يا شباب. التي ترندحها لطفلك.
لطفلك؟ ما عادش عندي اطفال انا، شو بدي رندح لهم؟ كنت تغنيها هن وصغار او لاحفادك اليوم؟ وبيني وبينك ما كنت رندح شيء، كنت خلي امهم ترندح لي ولا شيء. طيب شو كنت تدلعهم؟ شو كنت تدلعهم؟ لانه رندحت له انا بصوتي مش رح بنام. منيحة هيدي رح نعتبرها جواب. حديث البلد مع ميشيل أزي. رول كاميرا ولا رول كاميرا هلا بال، اذا بدك تخبرنا شي خبريه بالخبر بدقيقه. بس هلا دغري؟ لا 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 مش دغري. كبرت فضيحه، صرنا كلنا بنشوف. لا يا جماعه بنشوف مؤذي مضبوط. يعني من بداياته من الدمور سكرنا لدير القمر سكرنا نشوف طولناها. لا الودايا الودايا بنحلاي صار جبال، بدنا نوجه لهم تحيه كمان بنشكرهم على التصويت. وانا بوجه تحيه لاهل الدمور كمان يا عيني من ضم صوتنا على صوتك كمان ميشيل. يعني أول شيء منا خليني أقول لك أول شيء القصة بيناتنا قصة ثقة. قصة ثقة هيدي هي. وهالقصة الثقة مغيرة اللوك كمان كمان يعني هذا لوك المستقبل. لوك المستقبل، لوك الحاضر والمستقبل. هيدا اللوك اللي عم تطلع فيه يعني عكس برامجك السابقة، هيدا اللوك اللي عم تظهر فيه ببرنامجك الحالي تراست قصة ثقة، هيك لوك جدي أكثر وحتى تصرفك عم بيكون جدي. ايه يعني غيرنا شوي اللوك مثل ما عم نقول، لأنه أول شيء فكرة البرنامج بتتطلب مني انه اطلع بحل جديد يعني، وانا كان عندي كمان استعداد ورغبة انه من بعد غياب 7 أشهر عن الشاشة وعدة سنوات طبعا بنوعية برامج نمطها تقريبا نفس الشيء، حبيت انه طلبي طل جديدة. طبعا ما بتخلى من بعض الترفيه من بعض المزح، بس البرنامج لانه في بقلبه مصاري بيناسب عمرك وبيناسب عمري كمان طبعا. ده صار عمرك ميشيل؟ انا شو صرت 23 اصغر منك بمني. انا وياد مواليد ذات السنه، ما نحن مواليد ذات السنه بس مش مبينين. لا مش حاطين، مش مبينين. انت شو عم تعمل هون؟ وين فكري؟ انا فكري تتبنين منيحه منيحه ميشيل. بس انا فكري نروح انا وميشيل لعندك على البروجرام. يا ريت والله. ورد لك اياها لانه عم تجرب تضبط حالك وتكون جدي، بدنا نروح نضحكك بنص البروجرام بكل ثقه وبتجوا ويلا عليهم. مثل ما عملت فينا بالزمن. بس ما في حتى لو بتجوا بدي ركز كثير منيح وضل لانه في مصاري بدها. خلينا نشوف. طيب معقوله تكبس الكبسه وتطلع من اللعبه وتتركي ميشيل بدون اي شيء؟ اول وحده رح اكبس الكبسه. انا بدي روح لاكبس الكبسه. ميشيل ازي، انت اعلامي لبناني معروف من 20 سنه، قدرت بروحك الحلوه وسرعة بديهتك وحسك الفكاهي انك تكون احد ابرز نجوم الشاشة اللي جمعوا التقديم مع الضحكة والبسمة، وانت ضيفنا الليلة لنحكي عن برنامجك الجديد اللي ديجا فتنا عم نحكي فيه تراست قصة ثقة، واللي عم بينعرض مسا كل ثلاثة على شاشة المستقبل. وبيشرفني يكون معكم ضيف لأي مرة هي منى؟ الخامسة؟ الرابعة، الخامسة، الرابعة أو الخامسة. على حال نحن بنحسهم قليل قد ما انا دائما كنت اجي هيك نعمل عرفتي نضحك كذا. هلا بليز لا هلا لا انا هالمرة جدي وحياتك اذا بدك بروح هالمرة قبضوني جد. ما عندك مشكلة. شو استاذ دوري بدك ياني؟ على كل حال ميشيل انت اذا بدكم ياني روح يعني لازم موت. لا روح روح. بدي اظهر عليك. ترجع تطلع لي بالليل. ما بتخلص ما بتخلص. على كل حال انت معك كارت الضيف الدايم. مظبوط. وانت قلت انه لك ضلع بالبرنامج كمان. ايه شو صرنا من اساسات البرنامج يعني خلص. معكم. معقوله ميشيل بس قلت انك قبل 7 أشهر، معقوله بعد 20 سنه استمراريه على شاشه المستقبل تغيب 7 أشهر يطلع 100 إشاعة انه استبعدت او بعدت انه كلهم 7 أشهر بس حسيته كانه سنتين ثلاثه يعني حسيته طول كثير. بس ليه هالقد طلع اخبار؟ لانه يمكن اول شيء انا من الاشخاص ما بيغيبوا كثير عن الشاشه يعني، وكنت بوقت من الاوقات دائما يعني خلص برنامج اللي كان يعيش معي 3-4 سنين دغري بلش خلص اسبوع ودع الناس قول يلا خلص اخر حلقه وبلتقي فيكم الاسبوع المقبل ببرنامج جديد. بكون حضرت البرنامج
نعم. اول مره بغيب هالفتره عن الشاشه طبعا، وكانت اداره تلفزيون مستقبل في عنا اعاده هيكله بالتلفزيون نعم. مستقبل نعم. وكان في نقل مكاتب واشياء لوجستيه ريفريش يعني. ايه مزبوط صح. وبينت على الشاشه اكيد للمشاهدين نعم. وتغيير الصوره ونوعيه البرامج، فكانت الغيبه ضروريه نعم. هلا يمكن طولت شوي، كانت الغيبه مدروسه انه 3-4 اشهر برجع بطل بحل جديده، بس طولت صارت 7 اشهر وبلشنا ترك الفيوتشر ونقل على الام تي في ونقل على كيف ما برمت اخبار حلوه يعني، مش انه مش انه اشاعات يعني. مسيئه مثلا؟ لا ما كان في شيء الحمد لله يعني، ما كان في شيء مسيء، بس الناس تسالني يعني وينك ولا مش عم بتطلوا في شيء بينك وبين الفيوتشر وكذا وهيك. فلا اللي بدي اقوله انه كانت غيبه صار طبيعيه. وينك 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 خلي لي عينك على ميشو شو ما هلا تخليني ارجع على ابنه جاي جدي يعني لا تهزه واقف عشوار يعني يعني انا ماسكين حالنا لنكون جدي. ايه انه بليز اعمل له معروف. انا ويحول انت انا حاسك كثير ملتزم. والله انا محترم الكرافات صح ولبستها اليوم حمراء يعني قلت اذا ما بمزح بيمرق حمراء وزرقاء ويا عين بتقطع دوري شمعون، قلت لك من حظك انه جاي يعني بعدك دغري ميشيل ازي، ومن حظي كمان انه يكون كمان من بعد استاذ دوري طبعا. بيوحي بالحياه، بيوحي بالفرح، ما هيك ميشيل؟ مين ميشيل؟ مش ميشيل، ميشيل صار في اثنين ميشيل لا لا مصيبه ثالثه، انا اسمي ميشيل دوري. اه كمان؟ نعم. ميشيل بتذكر يعني ميشيل دوري وكلنا بنشوفه. انا ميشيل منى بالاخير دخلك باسم مش كمان بعرف انه ميشيل باسم عم بقول لك ميشيل الله خلص بلش الله خلص هو اسمه ميشيل حديث البلد. ميشيل برنامجك فيه ثقه بين اثنين مشتركين بيتعاونوا لحتى يربحوا، بس بلحظه معينه ممكن يغدروا ببعض وحتى ياخذ المبلغ لحاله ويترك. انت بالحياه اضطريت شي مره تستغني عن حدا بلحظه ضعف؟ لا اجمالا لا، ما يعني بجرب ما استغني عن حدا اكيد يعني. يمكن بيستغني الواحد كرمال المرأة او شيء إيه؟ مثلا اوه هيدي كثير لا فعلا انا يعني مثل ما بيقولوا كلمتي كلمه يعني، اذا اعطيت كلمتي بمشي فيها على الاخر. لا يعني جدير بالثقه يعني بتصور الى حد، وكل اللي بيتعاملوا معي بيعرفوني يعني انه جدير بالثقه. طيب عم تقدر تحذر هدول المشتركين مين معقول يغدر بالثاني؟ بحس مرات بعض الاحيان انه في منهم مثلا بتطلع هيك بقول انه هيدا مش معقول يكبس، حتى لو وصل خطأين والوضع خطير بحسه انه ما راح يكبس، بيكون من الاول يعني بتحسيهم مرات. وفي بعض الاشخاص بجرب هيك اقفرهم بلحظه بيكونوا مثلا وقت جايين بالكراسي ايده قريبه على الكبسه او ايده مكتفهم مثلا ببين الفرق يعني، ف حضر حاله بحس بعض الاحيان انه هيدا معقول يكبس يعني. دوري شمعون بعد يعني الخبره صرت بتقدر تقفر الناس يعني، بتقدر تعرف هيدا اذا موضع ثقه ولا مش موضع ثقه؟ يعني في بسموها بريمير امبريسيون يعني اول ما تشوف الشخص اول انطباع. في منهم بيوحوا ثقة دغري وفي منهم بيوحوا علامة استفهام انه هيدا الزلمة فينا عندنا ثقة فيه ولا لا. طيب ميشيل صار لك 20 سنة بالمستقبل، شفتي؟ عن جد عمر بيمرق بسرعة. بس كنت عمري 12 بلشت 12 سنة. ايه بلشت صغير. ايه بتذكر كنت طفل 11 ونص يعني مش 12 طفل المعجزة يعني بوقتها. معقول يجي يوم تقول لك هالشاشة روح شوف مستقبلك او انت تقول يا حبيب الروح معقول او شوف. انت تقول لها هالشيء؟ والله كل شيء وارد بالحياه يعني. انا بلاقي انه بعد خبره بالحياه وقت الواحد بصير شايف اكثر انه كل شيء متوقع يعني بالنهايه. اكيد في ولاء، اكيد في عمر طويل 20 سنه يعني بمحطه وحده يعتبر انجاز اذا بدك. وفي لقاء على عده اشياء على عده مواضيع موجود دائما على الشاشه، افكاري تؤخذ بعين الاعتبار. اذا حسيت حالي يوما ما انه في شيء مثلا عبالي اعمله وما عم بقدر اعمله بتلفزيون مستقبل، في امكانيه للمغادره طبعا، بس اكيد بضمن لك شغله يعني بتوقعها انه تكون الانفصال ممكن يكون بطريقه حبيه بطريقه أكيد. احترام، مش انه خلاف، لانه عشره عمر وانا من الناس اللي ما بيشربوا من البير وبكبوا فيه حجر أكيد. بس بتمنى انه ما اترك. والتعامل معك كان جيد على كل والتعامل حتى اليوم يعني، هي بالنهايه كمان في مصالح بالشغل، في مصلحه مشتركه لإلي ولإلهم اكيد الواحد مش لازم ينكرها. بس اذا وصلت لمرحله حس حالي انه انا ما عم بقدر اقدم اللي بدي اقدمه، يمكن طموحي
مسكر، وصلت لمرحله مسكره وعندي منفذ ثاني ليلى يعني ما حدا ساعتها يعني. بتقول لهم يا حبيبي بالروح روح شوف مستقبلك. لا ما بقول ما بقول لهم يعني هيك بغني لهم ايه اكيد. هيدي بصوت عباس شاهين مزبوط صح بصوت عباس شاهين زميلنا كمان عباس شاهين ليك ما انسى شوف صوته حلو هو من صوته حلو طبعا صوته حلو صار بالام تي في صار بالام تي في مثلا شايف مستقبله غير محل انا لا شايف مستقبلي وشايف حاضري ومبسوط وانا بقول كمان دائما بس كمان لوضح القصه انه بتمنى ابقى بنفس المحل كمان يعني يعني انت طول ما انت ناجح ومستمر هيدا الاساس مش مهم واحد ينقل يعني مش المبدا بس مثل ما كنا عم نقول اذا واحد عباله يعمل شيء ما عم يقدر يحققه بهالمكان اكيد وصار له فرصه ثانيه يحققه محل ثاني ليلى اكيد دوري شمعون زهقنا نحن ونقول له بدنا نزوجك بدنا نزوجك اليوم بتقول له روح شوف مستقبلك وشوف بنت الحلال يعني شو عاملين معك بنت الناس بدك تبليهم الله يجبر بخاطرك لانه لا اول شيء انه بلش لنا هلكتنا بلش لنا نكون بطريقكم يا جماعه لا يعني نحن بنتمنى لك بعدين انا الوالده عم تتصل فيي الوالده عم تتصل فيي مدبرت لك اه والله كمان ايه كذا مره بتقول لي يا منى بلكي انت لك مونه على ميشيل حابين نفرح منه حابين هيك انا بس يقولوا لي نفرح منك بقول لهم اول شيء افرحوا مني هيك مثل ما انا يعني افرحوا فيي افرحوا فيي هلا هيك لانه انا فرحان هيك عصقتي يعني بتقولوا عصقتي على سقطي لا بل بالعكس شو عصقتي على سقطه ما في عصقته اه ما بعرفها هيك يعني مع كل علاته اه معك ايه يعني باكج مع انه مش كتار يعني بس انه الا ما يكون في علات يعني ما في حدا ما عنده بس انه انا بقول له نفرحوا فيي مثل ما انا لانه انا هيك سعيد مثل ما انا هلا ماني ضد فكره الزواج بعدنا بنرجع بنقولها مره جديده بس اذا لقيت الصبيه اللي بتخليني احس انه انا اللي بتخليني احس انه انا ما فيني اكمل حياتي الا معها وهي تكون ام ولادي لانه بدي اتزوج ليه؟ لانه لازم اتزوج ما بدي اعملها لانه كمان عم شوف حوالي القصص عم بيصير طبعا مش عم نعمم اكيد بس في نسبه يعني كبيره فبفضل كون اعزب سعيد نعم. على متزوج ومش مقتنع نعم هلبي. يعني لانه بتعرف ليه لانه ميشيل شو عنده مشكلة؟ avec les filles je ne sais pas parler du temps allez chez moi au père quand l'une d'entre elles me dit popi vous me prenez je ne suis pas seule voyez je me dis ne te fais pas d'illusion rentre tout seul à la maison ما هو الواحد بس يصير افيك لي في il sait بصير صعب كين سي با قد ايه كان عمرك توري شمعون بس تزوجت اذا بتذكر 25 سنه 25 بعد بكير انا علي كنت صغير ميشيل قبل الفورماتي رح نطلب منك تنتقل على كرسي الخبر بدقيقه وتعطينا خبر او سكوب يعني منك حكي قدام حدا وبعد ما ترجع مننقي وسيله اعلاميه نعطيها هالخبر رح تكون اليوم ويب سايت اوكي سكوب ولا خبر 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 هو قلت لك خبر يعني اي شيء بعدك مش قايله يمكن يكون سكوب لا لا ايه رح اتجوز قوم قولها هون بس بدي اقول موضوع ثاني بس تطلع بالكاميرا هون هون بدك تطلع وتقول روي كاميرا رول كاميرا مساكم الله بالخير شلونكم شخباركم عم بحكي كويتي لانه قريبا بعد حوالي الاسبوعين رح كون موجود بالكويت ان شاء الله لتقديم ايفنت كتير مهم وهو الاكس فايترز جام هي بطولة عالمية تشامبيونشيب تبع الموتوسيكلات هود اللي بيطيروا وبيبنوا بالهواء وبيعملوا بهلوانات بالهواء فرح يكون مقدما حفل العالم الانترناشنال يلي رح يكون متوقع انه يحضروا اكثر من 25,000 شخص على الارض بالاضافه طبعا لنقله عبر التلفزيونات الكويتيه فهالشيء اكيد بشرفني بحضور ابطال عالميين مثل من انجلترا من فنلندا من فرنسا من امريكا استراليا كل ابطال العالم بالموتوسيكلات رح يشاركوا
بهالإيفنت، فإن شاء الله رح أكون موجود بالكويت، والكويت عزيزي كتير وبحبها كتير واشتقت لها لأنه صار لي أكثر من سنة ما رحت على الكويت، فبـ 15 شباط إن شاء الله رح أكون موجود بالكويت للإكس فايترز جام. إبا ميشيل مساك الله بالخير، هلا حفظتهم انه مساك الله بالخير، مساك رحت وجي مساكم الله بالخير، شلونكم شلونتش؟ شلونك؟ هلا عمي هلا عمي ميشيل بدنا منك هلا بعد ما خبرنا الخبريه لا 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 هلا بدك تروح لهونيك تطلع على العمود تبرم على الحبل تبرم الاستوديو ثلاث مرات هودي ما عندي مشكله ميشيل اول شيء يعني جود لك لهالحدث المهم اللي رح تقدمه، ثاني شيء بدنا منك تختار بين هالثلاثه ويب سايتس لا يطلع الخبر عندهم قبل ما تطلع الحلقة من حديث البلد، ويب سايت النهار، ويب سايت حصريا، وويب سايت زهرة الخليج. طبعا ثلاثة دول عزيزين علينا، بس النهار هي جريدة لبنانية بنعتز فيها وبنفتخر فيها، فبختار النهار. نهار، اوكي. لكن هالخبر بعهدة النهار بين ما تطلع حلقة حديث البلد، بما انه يعني بروجرامك اسمه تراست قصة ثقة انترفيو الثقة انترفيو الثقة كيف عرفت؟ ثقة؟ ثقة عن جد اوكي صبتة ميشيل قزي وانترفيو ثقة قبل ما نبلش بالانترفيو لانه عرفت شو الانترفيو نعم بس امانه من عند باسم كريستو المخرج بس بالجنريك بالاخر شارك في الاعداد ميشيل قزي اوكي لانه عرفت الانترفيو ايه اكيد بس هيك الاعداد كمان ما بيصير ببلاش يعني اكيد طيب لا انا خلص فور فري ما في مشكله فور فري بالنهايه الفن بالنسبه لي رساله واهم شيء جمهوري طبعا والفانز الفانز طيب عندك ثقه بالمراه؟ ما كثير هلا عرفنا ليه ما عم تتجوز لا انه ما يعني ما كثير طبعا طيب مش كله مثل بعضهم اكيد يعني ما فينا نقول انه كل السيدات مثل بعض اكلها لهلا كم بوكس لا مش اكلها بوكس انا يعني مطعمة لا بس لا بس ما في ثقة يعني لا انتبهي لا ما في ثقة مرات على بتشوفي اشياء مرات ما بتوحي لك بالثقة بتشوفي بعض السيدات شو عم بيعمل يلي ما بيخلوكي توثقي انه بال فيها كهي لوحدها مش معي ف على اساس الرجال طبعا بس كمان ما فيني على اساس الرجال كلهم في لا 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 انتبهي انا بقول لا لا ما اول شيء ما فيني عمم ما فيني عمم لا للرجال ولا للسيدات اخرتك عاطلي ما لا عادي بالعكس يمكن تكون كثير منيحه بس الثقه اول شيء مع كل العالم كسيدات وكرجال اليوم بايامنا الحاليه الثقه خفت كثير عندي صحيح. يعني من وراء كمان الخبره المتواضعه اللي عندي اياها بالحياه اكيد في ثقه ببعض الاشخاص ومش كلهم مثل بعضهم يعني ما فينا نعمم نقول انه كل قليل. السيدات ما في ثقه وما فينا نقول انه بس في نسبه من السيدات ما بوثق فيهم وفي منهم دغري بيوحوا بالثقه نعم يعني ما فيني عمم يعني ما فيني اعطيكي برسنتج زبطت عندك ثقه بالنظام بالنظام اي نظام نظام شو نظام نظام السير نظام انه بالنظام النظام اللبناني عندي ثقه بالنظام اللبناني لا ما كثير ما في عندك ثقه انه المستقبل منيح لا ما عندي ثقه للاسف ايه يعني كمان 50-50 بس عندي عميل شوي للتشاؤم للاسف يعني عندك ثقه بحالك اكيد كثير الحمد لله منيحه وسط ولا زياده عن لا مش زياده عن طبيعيه عندي ثقه طبيعيه لا على كل حال عشان هيك الناس بتحبك ثانك يو ميشيل قبل شوي هيك راح انتباهك وكله هيك على جنب ليه دخلك قبل شوي راح ارجع لك انتباهك ايه راح على كيتي ايه اوكي هلا راح يروح هيك يا غطرة كيتي شو هالكيتي؟ مهمك 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 شو بدك اعمل؟ قولي انا ما عارف هو ما خليني افكر لا يلا ننقي الثاني الكبيس بيفتح القبلية بدل الحبة كل 10 و1000 صحتين اف 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 وين الكبيس؟ ما فهمت بدي اكل 10 كبيس هلا؟ بعتي يا كورين بعتي له كبيس
بعتت لك كبيس. طيب الكبيس. بسيطة كورنيشون. كورنيشون دابا. كورنيشون بسيطة. كورنيشون. كورنيشون. لا 10 10 منظمين من هون ولا؟ أو فيك كورنيشون دغري. اوكي. دوري تفضل. شيل وحدة. لا لا دوم. عندك 30 ثانية بدك تاكل أكبر قدر ممكن. هي أول وحدة يلا. لا منيحة منيحة. تمام. يلا يلا عندك 30 ثانية أكبر قدر. مش حاطين 30 ثانية. أنا باخذ بلا عندك 30 ثانية عم تقلي على شو أخباري؟ معك 30 ثانية؟ مش مكتوب على الورقة. لا أنا عم أقول لك. ليه صاروا 30 ثانية. حرام عليكم مالحين. ماشي الحال هلا. أنا بخمسة. نحن الرقص هو. ستة. ميشيل بعد وحدة. بتحبي شيء ثاني؟ لا إذا في مطبل إذا بتريد. شو على بالك بعد حمص مطبل كذا؟ مطبل منيحة. سبعة. صاروا 30 ثانية. سبعة ما قدرت اقول 10 معلش ايه خلص طيب ساندويشات ما عندكم ثقة فينا ساندويشات ساندويشات هلا بنحطهم بالساندويشات بدنا ساندويشات مرتدات طيبين مرتدات تلياني تلياني بدنا نحط فيهم الكورنيشون تفضل منيح وضع على جنب ابيع بجيبك تبيع بعدين بس طيبين وهلا حديث البلد مع سابين
استاذ دوري غطت على ميشيل بالرقص، ما تقول لي عم بشوي الفكره. بدها دراسه يعني. درس بدها درس اكيد يعني. بس في هيدا البال قوي. ايه هيدا نحن بدنا نسال عنه، هيدي شو؟ ايه اول شيء بس بدي اشكر الكوريغراف نديم شرفين والدانسرز عن جد يعطيهم العافيه. واكيد كمان بدي اشكر الديزاين اللي انا بحبه كثير عدنان مهيدلي اللي هو حضر لي هال كثير حلوه شو لابسه كمان حديث البلد كثير حلو عدنان مهيدلي. والرقصه رقصة هي اسمها فيمينين فايبز، يعني انت بتكون ان تاتش وذ يور فيمينيتي. نعم. اوف ونحن ما نكون ان تاتش كمان. كيف كانت هيدي؟ هيدي هيك. واو. بس سوري. طيب ميشيل فيها تعيدها بعد مرة ما انتبهت مزبوط. انت بدك تعمل لنا اياها هلا، جرب لنا اياها. ما فيني كثير صعبة، بعدين انا الغرة بتوقع. هيدي اسمها فيمينين فايبز، بدنا منك مانلي فايبز هلا، هيك يعني رجلي. فيك الا مانلي مستعد. ايه. You talking to me? I'm talking to you. You talking to me? I'm talking to you. يلا. حلوة. ما فيك تستعملها. ايه بشوف. بدي لك. بس هيدي بتتعب اكثر. ايه بدي لك هيك. انت بين اهلا وسهلا فيك بحديث البلد، نحن ما بدنا اياكي ابدا زعلانه مثل ما بتقول الغنيه، لان نحن كثير مبسوطين بوجودك معنا الليله بحديث البلد. سابين انت فنانه لبنانيه معروفه من 5 سنين، اشتهرتي كانترتينر لانك بتغني وعندك الصوت وهيدا مش دائما بنلاقيه، بترقصي وبتعرفي تختاري اللوك، يعني اليوم صرتي فاشن ايكون لهالشباب والصبايا اللي بيشوفوك. وانت ضيفتنا الليله بعد ما احتلت اغنيتك الاخيره ليش زعلانه اللي هلا اديتيها على بلاتو حديث البلد، المرتبه الاولى بالاوفيشال ليبانيز توب 20 للاغاني العربيه. مرتين عن جد على التوالي. مرتين على التوالي بدها زقفه هيدي. الف مبروك سابين. كنت مرغمه انه هالاغنيه رح تاخذ صدى كبير، شو اللي خلاكي واثقه هالقد منها؟ أنا كل أغنية بنقيهم عندي إحساس إنه حينجحوا، لأنه من وراء الكلام واللحن والناس اللي عم بتعامل معهم. نعم. وقت حدا بيكون كثير عم بينقي بدقة ومواضيع يعني الناس بتحس فيها. وأنا هيك بحب الأغاني تبعول، يعني بسمع أخبار الناس شو بيحبوا أو أنا إيش قطعت فيه أو غيري. بسمع. مين زعلك إذا قطعتي فيه؟ لا مش. مين آخر حدا زعلك؟ بس قليلنا لنا الليلة سابين. ما حدا أبداً. شوفي ميشيل وميشيل شو بيعملوا. قول هلا ميشيل وميشيل إذا ما سكتوا، إذا ما سكتوا رح جيب له ميشيل عون. ميشيل عون رح جيب له ميشيل عون. خلص نسكت بقول له ليقول لهم ليقول لهم ليسكتهم. هلا اثنين بدك تجيبيه؟ بس كمان كنت مراهنة على اللهجة لأنك أنت عشتي خلقانة بالسعودية. مزبوط. ما كانت صعبة علي هيدي اللهجة أبدا. يعني هالسنة قدمت 4 أغاني، آخر همك، بيني وبينك هالليل، لسه كمان انعرضت كليب من ورا الام تي في، الحفلة اللي عملناها أورينتال نايت. نعم. وليش زعلانة؟ وكلهم نجحوا كثير لأنه عم بعرف اختار وإيش هيك أنا بحس فيهم وبحس رح تنجح. ولانه مثل ما قلت لك يعني اليوم بتجمع الصوت واللوك والرقص يعني. مرسي. وهيدا اوقات بنشوف لوك ورقص بلا بلا صوت، بلا صوت يعني. اوقات بتشوفي صوت بلا لوك، اوقات بتشوفي لوك رقص بلا صوت ولوك، ومرات بتشوف لوك بلا صوت وبلا، ومرات بتشوف ما بتشوف شيء اوقات. ورح بتشوفوا اثنيناتكم اذا رح تضلكم مكفيين. مش هيك انا انترتينر، لانه وقتها فنان بيقدر يجمع كل هالاشياء بيصير خلاص انترتينر. يعني انا بحفلاتي ما بحس حالي فيني اوقف بس هيك وغني، يعني اكيد حسب الغنيه بس بفضل شافت حالها على السوشيال. بفضل يكون في هيك انترتينمنت مثل نوع الاستعراض. اكيد يعني. اكيد. وهيدا مثل ما قلتي موجود فيك يعني. مزبوط. انت سابين قبل ما نكفي معك خلينا نشوف مشاهد من كليب ليش زعلانه. كلمات والحان ياسر جلال، توزيع توني سابا، واخراج صفوان نعمو. بس حتى نشوفه بدي اطلب منك تطلعي على الكاميرا وبس تضوي احمر شو بدك تقولي. وهلا حديث البلد مع بلاير باسم. ما بمشيها هيك. اه والله بجروح واقول له انت احلى.
عم يعني عم بتصفي القلوب مع حبيبك بنهار عرسكم، لانه بكون صاير في قبل سوء تفاهم وهو شاف غيرك. مزبوط. بهالفتره بالحياه يعني قديش معقول تغفري له اذا يعني هيك صار في سوء تفاهم صغير ودغري راح نقل يعني نقل نقل مبارك انه القصه عن جد عن جد انتم الشباب زابينج يعني شغله دغري بيعمل زابينج بس يترك بيعمل زابينج بحس انه بركي فيها تصير اذا بحبه كثير لدرجه انه اقدر سامحه ايه بتصير صارت معك بحياتك حبيتي حدا هالقد لا تسامحيه غير منه معك ثلاث ارباع الساعه اكيد حبيت بس انه لا لدرجه انه تسامحيه اذا عمل زابينج لا ما بتزبط سابين قبل ما نكفي خلينا نسمع باقة من أجمل أغنيتك بها الميوزيك ستوري وهيك أستاذ دوري بيتعرف عليك أكثر شو رأيك؟ أوكي أستاذ دوري؟ حاضر بعتلي إيميل وحكيني وأنا برد لك حبي كله بعتلي إيميل وراضيني والمكتوب هو الموعود بعتلي سنة 2012 كانت سنة حافلة بالنسبة لإليك بهالسنة نلت جائزة الميركس دور كأفضل نجمة صاعدة قدمت أربع أغنيات ناجحة وأحيت العديد من الحفلات بلبنان والعالم العربي ومنها ليلة راس السنة بالبحرين سابين بعكس كتار بالمجال بتعتبري الصداقة الحقيقية معقول تكون موجودة بين الفنانين وبتعتز كتير أنك صديقة لعدد منهم مثل جورج وسوف مع حفظ الألقاب إليسا عاصي الحلين وائل جسار جوزيف عطية وغيرهم ومؤخرا شفنا لك صور مع الموسيقار ملحم بركات بالاستوديو شو كان عم بيسمعك أنا ما نسحبه معهم كلهم أو بعرفهم يعني معرفة تعرفت عليهم أو عن جد في صداقة يعني بعرف معرفة عائلية مع أبو وديع صح أبو وديع والباقي في أو منعرف بعض أو منلتقى ببعض أنا وأستاذ ملحم بركات مزبوط أصحاب وفي كثير احترام يعني في أكيد مشاريع بس فاضي بس في هيدا اللي بدنا نعرفه معقول يكون في تعاون يعني لأنه شفناكم أكيد سوا إيه إيه أكيد يعني بلشتوا ولا بلشنا بالحكي وبفضي الوقت نبلش مزبوط الأستاذ ملحم هو يعلن يعني. يعلن عن هذا الشيء شو سمعك أبو مجد بالاستوديو عنده يعني شفنا صور بس ما عرفنا شو سمعك سمعني غزل أغاني أغاني جديد يعني بينزلون ويعني عشان إن شاء الله نحضره ان شاء الله شو رايك باغنيته الجديده كمان هلا عم بتكون يعني بالتوب اوف ذا توبس بالتوب 20 اكيد يعني الموسيقار كل شيء بقدم حلو خلينا انت بنسمعها سوا حبك كبير كثير على قلبي وعلى فكري خايف بكره يصير ايدك قدري قدري I'm
فينا حكينا كل شيء بس ما سألنك إذا أنت كمان شوف. أنا لا أنا خلقانة بالسعودية ومن وادي الشحرور الماما وجدي من جنوب. من الجنوب. والبابا من فرنسا. بس بدي أقول هاي للفانس تعبوا لي لقشو بالبابا. ناطرينك سابين من أي ساعة يعني قبل ما توصلي بكثير ناطرينك ومحضرين ورد بدهم يعطوك إياه بالآخر على الجنريك فمحبين كثير كثار هون. سابين طلع عليك شوية حكي إنه سابين عاملة عملية تجميل فريحيهم للي عم بحطوا علامات استفهام وجاوبيهم الليلة من حديث البلد. سابين بيفتكر بحطوا لها صورتها وبيعملوا التجميل على أساسها. يا عيني في كثير حكي انحكى اكيد الببليك فيجر هو ملك الناس بدهم يحكوا عاده ما برد في اوقات فيني رد اليوم رح رد انا ماني عامله شيء الا عمليه منخاري نعم مره ومن زمان كثير نعم everything you see is natural مش عامله شيء منه يعني هذا شيء عيب ابدا بس ماني عامله يعني انا بتفاجئ انه ليش اليوم بعضهم بيطرحوا هيك اسئله او بيعتبروها يعني مذمه اليوم الرجال حتى قبل الستات عم بيزبطوا الديفويات اللي مزعوجين منه ميشيل يعني عم بحكي ميشيل عامل صار 100 عمليه ميشيل ابو سليمان احسن ما عامل بس عامل عامل شفافي بس العمليات التجميل ماني عيبه بالعكس وصابغ شعرك ابيض صابغ رباعي لانه لا وتصديقا على الحكي اللي عم تحكيه كمان سابين انا بعرفها لسابين من 7 سنين يمكن بعدها مثل ما هي انا بعرفها لسابين عملتهم قبل 7 سنين انا بعرف سابين من 12 سنه كانت تجي تغني كاريوكي بالكاريوكي نايت بالبايبلز انا صغيره بتتذكري انا بعرفها لسابين من 16 سنه انا بعرف سابين انا كنت بالمستشفى بس خلقت سابين قريبا رح تحيي عيد الحب بإربيل هالمنطقة اللي عن جد بيسعدنا نحن اليوم إنها عم تتطور بهالسرعة وإن شاء الله كل العراق بيتطور بهالسرعة تحياتنا لأهل إربيل وأهل العراق اللي بيشاهدونا دايما نمبر 1 بالعراق وهلأ كمان عم نحضر شيء عراقي كمان لكن نحن وياك بنحيي كل أهل العراق وقبل ما نتمنى لك التوفيق بعد في كم سؤال لك بدك تجاوب عليهم سابين كيفك أنت منيحة؟ اوكي وهلا سابين وانترفيو كيف سابين بكلمه كيف علاقتك مع الصحافه كثير منيحه كيف علاقتك مع زميلاتك الفنانات كثير منيحه كيف بتفهمي حدا انك انت معجبه فيه تعطي اهميه لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة وأطير وأرفرف بالفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وكفاية عمري كفاية عمري لنقضى وأنا بخاف الملامة وأنا بخاف الملامة وأهمل الملامة لا يعني لولا الملامة هون فينا نفهمها اثنين يعني بتخافي الملامة ما بتعبري ولا ما بقى فرقانة معك الملامة؟ مش فرقانة مع الملامة بتعبري له طب كيف بتعبري له؟ غنيت بتغني له هيك بتكون بسهرة بتروح بتغني له مثلا فجأة أو مثلا في الماركت مثلا لولا الملامة بتصير تمشي بين العالم هو أي واحد أنا أي مثلا بتكون عم بتعبي الهيدا يا لولا الملامة بتشبهه أنا كيف بتقولي له؟ كيف بتعبري له؟ بدنا نعرف. يعني هو أول شيء لازم يحسسنا إنه بيكون في 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 اي كونتاكت إيه إنه بيستاهل كمان أوكي وإنه في مجال في مجال كيف تعملي حتى تفهمي؟ يعني إذا حكينا بدل ما أكون إنه نوت إنه بصير شوي تتغنى شوي تتغنى عليه خلاص عرفنا كيف بيكونوا تعابير وجهك لما بتكوني نعسانة؟ مثل ميشيل هلا مثلا هيك
شو حلوة هي ونعسان. مش معقول مش معقول. كيف بيكونوا تعابير وجهك لما بتكوني غضبانة؟ واضح. كيف بتشوفي حالك بعد 20 سنة؟ شو؟ كيف بتشوفي حالك بعد 20 سنة؟ مثل هلا. اه حلوة. كيف كنت بتتخيلي حالك من 20 سنة؟ هيك مثل هلا كمان. كيف I can. كيف معقول تتصرفي إذا شفتي حبيبك عم بيخونك؟ ما بتصرف شيء. ببرم وبفل. يعني تصرفي بعدين. أنا مرة قلت لك شيء على التليفون وبعدني مصرة عليه، ما بحياتها ال قلت لي جملة كثير حلوة. قالت لك إياها والدتك. فينا نسمعها؟ إيه. شو هي؟ حاضر اليوم؟ هلا حاضر؟ أوكي. شو حسب يعني شو ما كان الموقف اللي أنت بتكوني فيه، always act like a lady you never lose. لو شو ما كان. حلوة كثير. دايما تصرفي كسيدة وبطريقة محترمة. عجبتك دوري؟ حلوة دوري شمو. كيتي كيتي شو مكتوب على كارتك سمير؟ بس هيك شو؟ انه لازم بوس الكاميرا. طبلي عدسة الكاميرا الموجودة الى جنبي. شو مش حيصير بالجمهور بالبيت انت؟ اوكي وين؟ هيا ميل بس مش حاطين اليمين. هي يعني. اه هي الكاميرا. بغني لها كمان؟ فيك تاخد مين؟ يلا لا بدك تقربي وتبوسيها على العدسة دغري. يلا على العدسة. دوري شمعون. ميشيل يا ريتني خلقت عدسة. عدسة أحمر ولا أسود؟ لا احمر من هيك ما راح. لا هو اكبر قدر. دوري شمعون مش ميشيل العدسه. اوكي دوري شمعون، شكرا لوجودك معنا، اخذنا كثير من وقتك الليله من عشاء. قال لي سابين كلمه عشاء. راح العشاء خلص. راح العشاء كله. بدك سهله بوراي. بدك تعتذر لنا من المدام لانه راح العشاء، وتسلمنا كثير على العائله كلها. كميل جابرييل حفظ الألقاب. قالت سابين شغلة إنه دايماً أمها بتقلها act as a lady. بعتقد قد ما نستضيف مش رح نستضيف حدا جنتلمان قد دوري شمعون. شكراً. البلد توني مهنا، انت ممثل لبناني معروف من حوالي 30 سنه، اديت خلالها مختلف الادوار الكوميديه والدراميه على المسرح وعلى الشاشه، وتميزت بطبيعيه خلتك تقنع المشاهد بشخصياتك المنوعه. وانت ضيفنا الليله بعد فتره من عودتك من هجره استمرت 11 سنه بامريكا. بس مش كبران يا استاذ كمال. خليلي اياك استاذ. لا عن جد بعده ذات الشيء استاذ كمال بمسلسل نيال البيت، وقبل اطلالتك بمسرحيه ممنوعه ولا ممنوعه بالكراون بلازا بالحمراء، الى جانب عدد من الممثلين المحترفين مثل سامي صليبه وماريبيل سوما وغيرهم. شو كنت عم تقول له ميشيل؟
كنت عم اقول انه ما مغير عن جد هذا فعلا يعني غير. بس يمكن الشيبه زادت شوي بس وعامل دقن دغري بس تشوفيه دغري الملامح ترجع بتتذكريها يعني هي زيتها عن جد خلي لي اياك مشاهد ثانك يو توني مهنا سافرت على امريكا وشفت المشهد اللبناني من بعيد وبيقولوا على البعد بصير بنشوف اوضح شو قولك منوعه ولا ممنوعه؟ والله حسب النومه في نومة تغمى غميقة يعني بتطول فيها كيف شايفها هلا غميقة في تشخير والله حسب ما حكينا حسب برضه. اخبار ميشيل انه لا شغلي رايحة على الغمق بس في شغلة انه متشائم ميشيل ما تاخذ على حد لا لا في لا شو في شيء خلينا اصلا من وقت ما جيت مين ما التقيت اللي شو جاي تعمل الجواب هو روح شوف يعني الغربة منا هينة منا سهلة أنا مش كلمة بتتم يعني ايه منا كلمة بتتم يعني أول شيء بتفقدي الحياة الاجتماعية ما بقعد عندك حياة اجتماعية ما بقعد عندك صداقات كلها بتحسيها فيها مصلحة و يعني سبب سفري أنا هو أولادي نعم الأولاد أخذتهم علمتهم نعم تخرجوا و أخذوا الشاب جنسية شاب تخرج البنت هلا تني بعدها جنسية أخذوها؟ ايه أخذناها كلنا مبروك مرسي توني مهنا منوعة ولا ممنوعة كمان يعني ممنوعة يعني ما بنفيق ولا ممنوعة يعني ممنوع انه هي فيها يعني في لعب على الكلام فيها لعب على الكلام فيك تاخذي هيك فيك تاخذي هيك يعني توني مهنا هالمسرحية اجتماعية كوميدية ومؤلفة من 6 سكتشات بس ما بتجيبوا فيها لا سيرة السياسة ولا سياسيين بلا عم تضحك ولكن بلا اس اس على مين عم تضحكوا لكن ما عم ضحك على حدا مشاهد مشاهد اجتماعيه نعم وكوميديه نعم 6 شخصيات هذا الافانتاج تبعها انه كممثل اكيد عم بيلعب حوالي ساعتين الا ربع كل فتره في شخصيه عم بيلعبها عم ببين عن طاقته عم ببين شو عنده أوكي. وبالوقت نفسه عم بيضحك الجمهور 6 سكتشات 6 منفصلين عن بعضهم 6 قصص بس انه قد ايه مميز بلبنان تشوفي مسرحيه او شانسونيه ساعتين الا ربع بدون سياسه هيدي هي برافو نعم. عن جد شابو با ويقدروا يجيبوا الضحكه لان صارت الضحكه هلا كثير يعني بعدين ومركزه على السياسيين يعني صح. تركيز على مزبوط. الامور السياسيه ما في حدا منهم الشباب عندنا ما في مش مستضيفينه ابدا ممنوع الدخول السياسيين فيهم يفوتوا يتفرجوا بس اف كيف اهلا وسهلا فيهم هني يا ريت بيتفرجوا بخلوا الناس تشتغل توني مهنا انت مواليد 1948 الحدث والاصل من بلونه اشتغلت بعده مجالات وسنه 1980 التقيت بالفنان الراحل وسيم طباره اللي شرحت له شغفك بالتمثيل وشاركت معه بمسرحيه وحده قبل ما تتعاون مع الكاتب مروان نجار وتمثل معه بحوالي 15 مسرحيه مثل عريسان مدري من وين لعب الفار كرمال المحروس وغيرها على كل حال مروان نجار كان وجهه خير عليك لانه مش بس تعاونت معه مسرحيا كمان تزوجت من سكرتيرته بوقتها كارين دموس صحيح. واليوم عندكم صبي وبنت الله يخليهم اليوم نحن انا بقول توني كمان وجه خير علي لانه بعريسان مدري من وين نعم انا كنت معرف على مرت جديد وحضرنا عريسان مدري من وين كان اوجانا خطبنا كنتم صاحبين يعني ما صاحبنا ما كان في بايامها هذا الشيء خصوصا مع مرتك كانوا دغري يخطبوا صراحة أيامك وعأيامك أيامك وأيامك ما في تفوت على البيت مجوز غالي هيها كتب مروان نجار غنية بدي سكرتيرة بمسلسل حريف وظريف لأنك أخذت له سكرتيرته ما بفتكر لأنه هو كان يغير سكرتيرات جديد كتير يعني كم سكرتيرة بيعمل بالتالي إذا بعده عم بغير خانم له صوبه بلكي بتجوز المحروس بدي سكرتيرة جديدة عتيقة عنيدة بريئة هبيلة سقيلة فتحة وقحة اسمها أسماء نجيبة وهيبة ليلى سهيلة زيزة عزيزة جيجي خديجة ليزا حفيظة أنطوانيت برناديت بتحكي هالقد
عبي قطعته من هالسلسله منيحه انه صار كيف ما كان بس بده مين يعبي هالمحل. تحيه للاستاذ مروان نجار. صحيح، تحيه كبيره للاستاذ مروان نجار وللحريف والظريف الممثل والشاعر القدير ويليام حسواني كمان. توني مهنا، بالرغم من مشاركتك الكثيفه باعمال مسرحيه وتلفزيونيه ومن انتهائك بوقتها من دورين مميزين بمسرحيه الانقلاب لغدي الرحباني وبالعاصفه تهب مرتين لشكري انيس فخوري اكيد مسلسل، شعرت سنه 2000 بالاحباط وقررت انك تهاجر مع عائلتك على امريكا، والكل بيتذكر وداعك المؤثر عبر شاشه الام تي في. بتتذكر شو قلت بوقتها؟ قلت بدي فل. هذا اللي بعدني فيق له وهذا اللي نفذته يعني. فكلماتي ما يعني ماني متذكرها مزبوط لانه هيك اجت بنت ساعتها يعني. وكنت كثير متاثر. اكيد توني، مش بس انت، كلنا تاثرنا بروحتك، بروحه اسعد رشدين. فقدنا الامل نحن بلبنان، وفقدنا الامل بالتمثيل، وفقدنا الامل بكل شيء عن جد. لسبب راجع انا رد الامل لكم. خلي لنا اياك لانك رجعت هلا، بدنا نغني لك هالغنيه. قررت ترجع على لبنان بعد ما حصلت على الجنسيه الامريكيه، ومن وقتها لليوم شاركت بعدد قليل من الاعمال مثل الوحش، مسلسل الوحش، اضافه لواشرقت الشمس وجذور اللي بعدهم عمال يتصوروا. توني مهنا وانترفيو، كيفك؟ توني مهنا، كيفك مع البلد؟ مفروض قاوم. كلمة قاوم. مفروض قاوم. كيفك مع الهجرة؟ منيحة ومش منيحة، سلاح ذو حدين. كيفك مع المرأة؟ حلوة. حلوة. كيفك مع نقابة الممثلين؟ كمان منيحة. منيحة. كيفك مع الدراما اللبنانية؟ بدها كتير شغل. كيفك مع الحب؟ ملك. كيفك مع حالك؟ عم جرب كون ملك. لا انت ملك دائما وملك على قلوب الناس. على كل حال كيفك مع كيتي؟ تعرفت عليها برا؟ الي الشرف. ايه مهضومة كيتي. يلا خلينا نشوف كارتك. الله يستر. الله يستر. مكتوب على كارتك توني مهنا؟ شو بدي اكتب؟ شو مكتوب؟ اكتب على اكتب على اللوح ما الذي تفكر فيه الان. اوكي بهاللحظة. كيتي، ميرسي كثير. هيك بيحكوا، هيك بيحكوا من اول حلقه، مش بضلوا يقطفونا من حكي. قلت لك على التلفزيون بيني احلى. هو عم بقول شخصيا احلى. يعني قطفنا اثنين. ميرسي كثير توني مهنا، ومنيح انه جيت من امريكا، يعني بقلبي بس لتقول هالجمله. نحن مبسوطين بعودتك، وبدنا بلبنان فنانين قادرين وعلموا مثلك حتى يكونوا مثل لا يمكن بعد المعمشقين على الفن. شكرا كثير. ميشيل.
ميشيل شكرا كثير لوجودك معنا. بالعكس اني تايم. يعني هالورشه اللي حدك بدك تفيقك بكره، بكره الساعه 7 عشان هيك مضطر تترك، والا ما لك قلب تتركنا. لا فعلا منى، لا بدي اقول لك من القلب اول شيء نام بالورشه كم بيسعدني. خليني هو اشتغل معه. لا فعلا بيسعدني انه اكون معكم للمره الرابعه او الخامسه يعني سوا. وانت عندك على كل حال انت وسابين اثنيناتكم عندكم كارت الضيف دايم كمان، وعندك كروت الضيف دايم، فيكم تنسقوا سوا وتجوا اي وقت. هلا بس تخلص الورشه دغري جايك. دغري جاي. شكرا كثير. ميرسي لك منى توني. ثانك يو. سابين جود لك كمان. وجود لك بالشو. بدي اسلم عليك. جود لك. ميرسي. مساء الخير غازي صعب، واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. غازي صعب انت مدير مكتبة بعقلين الوطنية من اكثر من 10 سنين، وضيفنا الليلة نحكي عن الانجازات العديدة اللي حققتها هالمكتبة، ومنها دخولها موسوعة جينيس للارقام القياسية بعد ما تم تبادل 1440 كتاب فيها خلال 8 ساعات بس. يعني هيدي عن جد من الاشياء اللي بيسعدنا نحكي عنها بحديث البلد، هالانجازات الثقافيه. بدايه استاذ غازي، كيف طلعت فكره ادخال المكتبه بموسوعه جينيس، وكيف حصلت عمليه التبادل اللي خلتها تكون بالصداره؟ اول شيء بدك تسمحي لي، وباستاذ باسم يسمح لي، بدي اقدم لك هديه من اسره المكتبه الوطنيه. شكرا كثير. هي صورتي. كصديقة للبيع. بيشرفني اني استلمها منكم. شكرا كثير. شكرا. هيدي الصورة من أرز البروك، عمال ازرع أرز، وكثير ما عندي اياها، يعني كثير انبسطت هلا اني اقدر احصل عليها. هو زميلنا بالمكتبة اللي صورك. نعم. حسين الدهوك. شكرا كثير استاذ حسين على هالصورة الرائعة. شكرا كثير. شكرا لك استاذ. نرجع هلا لفكرة المكتبة وفكرة دخولها موسوعة جينيس. هذا بسنة 2011 صراحة. نعم. ب 24 تموز 2011. نعم. نشأت الفكرة من زميل لنا عايش بالكويت. نعم. هو أشرف مكارم. نعم. وعلى علاقة وصلة يعني وثيقة بمؤسسة أو موسوعة جينيس. نعم. وفي مرت عمه إكرام. نعم. زين الدين. نعم. دائما نلتقي ودائما نتباحث شو بدنا نعمل شيء جديد. نعم. فطلعت هالفكرة وطرحنا على 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 جينيس إنه. نعم. نحن بلد الحرف والكتاب، مش بلد بس التبولة والحمص والكذا. أكيد. أكيد. فسجلنا ب 24 تموز 2011 الرقم القياسي الاول بالعالم. نعم. لان الفكره جديده كانت. نعم. وحصلنا على امتياز للبنان بالاول. نعم. الرقم القياسي الاول للمكتبه الوطنيه بعقلين ولا بعقلين، يعني هيدا انجاز. انجاز للبنان. نحن عم نشوف صور على كل حال المكتبه الوطنيه اللي هي كمان صرح يعني تاريخي بدنا نحكي عنه. مبنى هالمكتبه بيعود انشاؤه لسنه 1897. هالمبنى كان سرايا بعقلين وتحول مع الوقت لسجن، الى ان رممه وليد بيك جملاط سنه 1986 وقدمه كمكتبه للدوله اللبنانيه. غازي صعب، بزمن الحرب حول وليد جملاط هالسجن الى مكتبه، وسنه 92 اللي المفروض هي تكون زمن السلم مع ابتداء زمن السلم صدرت اوامر باقفالها، ادت بوقتها لمواجهات بين قوى الامن والاهالي الحريصين على هالصرح الثقافي. كيف قدرتوا تواجهوا بوقتها؟ هو صارت باب 1982. نعم. فوجئنا بانه الجيش اللبناني طوق المكتبة، مبنى المكتبة، وأراد إعادتها سجن. هي كانت سجن. نعم.
تصور يعني صرح ثقافي كمكتبة أكبر مكتبة عامة بالبلد، أغنى مكتبة عامة بالبلد، نعم، وأغنى مصادر بالمعلومات المكتبة الوطنية بعقلين، بدني رجوها كانوا سجن. فأحاطت الناس بالجيش اللبناني بكل محبة، وكانت يعني صديقة للجيش فعلا، نعم، لمدة 5 أيام، نعم، حتى تمت تسوية الموضوع بمحضر، يجوا ناس من المالية وغيرها وأثبتوا أن هذا المبنى هو يعود للدولة اللبنانية، وأن وليد باك هو مقدم أنشأ هذه المكتبة وقدمها إلى الدولة اللبنانية. نعم. فمش معقول يعني ترجع كمان سجن يعني. يعني أوكي، استرجاع الأملاك الدولة شيء، وأنه كمان ترجع على أنا على كل حال كان لي شرف أني تواجدت بنهار من هالأيام. صحيح. يعني بين الناس الموجودين، فبعتقد بدنا مكتبات زيادة، ما بدنا سجون، لأنه كل ما زادت المكتبات كل ما قلت السجون. غازي صعب، اليوم وزارة الأشغال بصدد إنجاز مبنى جديد إلى جانب هالمبنى التاريخي، شو رح يضم؟ هلا المبنى اللي عم ينشأ نحن عم نتوسع وعم نتطور، وما عاد المبنى يكفي لاستيعاب المصادر المعلومات اللي موجودة بالمكتب. نعم. فنعمل مبنى جديد رح يضم قاعة محاضرات كبيرة، لأن عندنا قاعة المحاضرات الرئيسية شوي صغيرة. نعم، يعني مؤيدين بهالمبنى. مؤيدين بهالمبنى الأساسي، راح يكون قاعة محاضرات جديدة، بعدين راح يكون قاعة للأرشيف خاص، لأن عندنا بالمكتبة الوطنية بعقلين حوالي 300 ألف مطبوعة دورية، يعني مصدر معلومات توثيقي. 300 ألف و 105 ألف كتاب. مثل ما قلت غازي صعب، مكتبة بعقلين بتضم أكثر من 105,000 كتاب و 300,000 مطبوعة دورية، وأرشيف كبير من الصحف والمقالات، بالإضافة لكتب نادرة بتعود للقرن 18، واليوم هي المكتبة الوحيدة التابعة مباشرة لوزارة الثقافة. وبالرغم من بعدها عن بيروت، اللبنانيين بكل المناطق وحتى من أقطار العالم عم بيستفيدوا من أرشيفها الغني. اليوم كيف الناس اللي عمال يشوفونا ممكن يتواصلوا معكم؟ أول شيء ما يعني العالم مش لازم تفكر إنه المكتبة بعيدة كتير، هي مجرد على الساحل من الدامور. نعم. للمكتبة 18 كيلومتر. نعم. كتير سهل الوصول لها. نعم. بعدين الطقس كتير حلو. نعم أكيد. على ارتفاع مقبول 850 متر. نعم. وأكثر زوار المكتبة باحثين من الحقيقة. نعم. يعني إن كان طلاب أو باحثين على مستوى كل الاختصاصات العلمية أو الأدبية أو الشعرية أو غيرها. يعني أو ناس عندهم تاس بدهم يقدموها كطلاب، أو باحث يمكن على مستوى أساتذة يعني، أو ناس عم مليك حتى بيجوا بيدرسوا. يعني في كتير مجموعات بيكون، لأنه في يعني أماكن متعددة. نعم. في عدة قاعات يعني تستوعب. نعم. أعداد كبيرة. بعدين في مكتبة للأطفال كمان. يعني المدارس بتبعت الصفوف تبعها، بعدين التلاميذ الصغار بيروحوا على طول بأيام يعني بأيام المدرسة بيروحوا مع صفوف من المدارس، وبالأيام العادية ممكن يروحوا كأفراد عادية مع أهلهم مثلاً. مع أهلهم. غازي صعب، بنعرف إنه مكتبة بعقلين بحركة دائمة، باختصار شو أهم الأنشطة اللي عم بتقوموا فيها؟ الحقيقة يعني أنا كان الإحصاء معي هلأ. نعم. زوار المكتبة صار السنة كانوا 40,000، بين نشاطات وبين زوار قراء، وعملنا 94 نشاط. ما بعتقد إنه في مركز ثقافي لا محلي ولا عربي. نعم. عامل 94 نشاط. سنة الماضية كنا عاملين 140 نشاط. نعم. وسنة القبلها 180 نشاط. نعم. بين نشاط للكبار وبين نشاط للأطفال. نعم. من توقيع كتب من توقيع كتب بأمسيات. هلأ مثلاً البرنامجنا للنشاطات مسكر تقريباً لآذار، خلصين. نعم. آذار. بسم الله. في توقيع كتب، أمسيات شعر للبيئة، أي شيء بيختص حتى حوافز القروض مثلا اقتصاديا. نعم. دائما بنلاحق شغله تنفع الناس يعني. نعم. تؤدي الى نفع الناس. نعم. وافادتها. نعم. بنقولن على شغلات، ندوات صحيه، ندوات طبيه، كل هالمسائل اشياء توعويه يعني. اشياء توعويه. نعم. بعدين عندنا ورش عمل. نعم. عندنا دورات لتعليم اللغه الانجليزيه للسيدات البيوت. أه. أكثر من يعني صرنا مخرجين بحدود 250 امرأة. بعدين عندنا دورات لغة فرنسي، عندنا دورات كمبيوتر، يعني حركة دائمة مستمرة. نعم. أستاذ غازي، شو الويب سايت اللي بيقدروا الناس يتواصلوا؟ بعقلين library.com.
بعقلينlibrary.com راح نحطه على الشاشة قدامنا حتى المهتمين يقدروا شوف هلا عم ببين عم تشوفوا هيدا ميشيل عمال يطبعه. يعطيكم ألف عافية. مثل ما قلنا لك على أمل إنه كل الشجون تتحول لمكتبات وعلى أمل إنه يكون عنا أكثر من صرح هيك حضاري وثقافي بلبنان لأنه نحن بحاجة لإله هالأيام. شكرا لك شكرا على استضافتكم. شكرا لك دائما. شكرا كثير. سابين لوين رايحة؟ رايحة على البيت. بدي تنامي؟ في حدك ورشة كمان مثل ميشيل؟ لا بكرة عندي استوديو عند استاذ توني سابا. يعطيك العافية، إن شاء الله ضلك بنشاط دائم حتى نضلنا عم نستضيفك ونكسب شوفتك. هلا أنا بسجل بالليل بس لازم أرتاح كل النهار وما أحكي ونام أكيد لحتى تقدري تعطي. يعني سابين نتمنى لك التوفيق بكل اللي عم تعمليه، شكرا لوجودك معنا الليلة وبليز تعملي كارت الضيف الدائم. أكيد دائما. ميرسي كثير، شكرا سابين. حديث البلد يعني ما بخبرك السلامات اللي انبعتت بس عرفوا انك جاي معنا بس يعني من ابني وجردون عرفت انه عمره 22 معناه مزبوط يعني مزبوط اي 21 طالع ب 22 يعني هو ميشيل مجيل تقريبا اي واضح باين من شعراته اصلا. اهلا وسهلا فيك سنتيا. سنتيا خليفه انت مقدمه برامج معروفه على الام تي في من 3 سنين تلميذه اخراج سنه ثالثه في اليوم عندك جيل مخرجين جداد وممثلة من سنتين قدرتي بفترة قياسية تبرزي شخصيتك المحببة على الشاشة واليوم صار عندك جمهور بينتظر إطلالتك وخصوصا من جيل الشباب يعني من كل الأعمار وخاصة من لا ولا الكبار كمان كمان أنا قلت لها وعبرت لها أنا تلقيت فيها بالميات بعمشيت بالبحر بالبحر اه هيها قصة عمشيت وما عمشيت وبتطلع على عمشيت للسياحة على لحظة أنا ما بعرف فيها هي هيدي قالها هو وأستاذ مارسيل خليفة بأول حلقة هالغنية وقتها غنيت لها إياها أنا عمشيت 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 بطريقة يعني قلنا انه جمهورك من جيل الشباب بعتقد كل الشباب وصبايا معنا الليله اللي جايين من المدرسه تفرجيما والمنصوريه مبسوطين كثير بوجودك معنا بس استاذ غازي حدا بيكون صاير له يقعد حد سنتيا بيروح بيقعد حد ميشيل؟ اكيد لا انا بيشرفني وما نقول يعني يعني انا صراحه اذا بدك انا بروح سنتيا صحيح انه وراء الكواليس بالام تي في بعثوا لك فاطمه تيمنا بالممثله التركيه المشهوره اليوم بيرنسار مزبوط انا عرفتها حزري من مين انت قولي من ام تي في يعني من ام تي في بس مين من اصدقائك بالات ام تي في محمد كايس محمد كايس اللي بجوره هي كثير كبيره عن جد يعني مش بس محمد كل الكوليكس تبعي بي ات ام تي في بوجه لهم تحيه كثير كبيره ونحن كمان اتس فاميلي لالي ام تي في وات ام تي في وعلى كل حال واضح قديش انتم كلكم سوا روح وحده بتنبسطي بس يقولوا لك فاطمه
بنبسط لانه انا بشوفها حلوه صراحه يعني وقريبه على القلب هي قليله وحلوه يعني. وبتمثل حلو يعني ان شاء الله كمان يكون اداء بشبوه لها وتفوز بيكون كومبليمان بعد اكبر من شكلها ان شاء الله لانك مبلشه على الرايت تراك يعني مثل ما بيقولوا هن شبهوك بفاطمه ونحن رح نهديك هالغنيه يلا فاطم 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 بتربي بيجي البرد بالنوري كانوني فاطم فاطم سينتيا دخلت الام تي في من 3 سنين وكان عمرك بوقتها 17 سنه بس انت مواليد 1992 البترون من انت وصغيره بتحب التمثيل ومنشان هيك طليتي بعمر ال 11 سنه بس مع بلديتك جورج خباز بعبدو عبدو ما هيك بحلقتين من عبدو عبدو ومن سنه 2009 عم بتقدمي ات ام تي في اضافه لاكثر من مناسبه وبرنامج على هالشاشه سينتيا اول مسلسل مثلتي فيه بشكل فعلي هو روبي مزبوط صحيح انه فيلم قصه ثواني هو اللي اخذك على روبي يعني مع انك رفضتي لهالفيلم او يعني ما عدت شاركتي فيه مزبوط بدي واجه تحيه كثير كبيره للمخرجه لارا سابا نعم. يلي كنت فيه عن جد انا بحسها شيز فيري تالنتد يعني جربنا نشتغل سوا بس ما رجع مشي وهيك صرت يعني عملتي كاستنج هونيك يمكن ورجعت رحتي على على روبي سنتيا بعد روبي مثلتي بديو الغرام مزبوط. وعندما يبكي التراب واليوم عم بتصوري جذور مع ضيفنا توني مهنا في يعني سان عم بيجمعوكم سوا ما بفتكر لحد هلا ما بفتكر لحد ما في لا. ما في لهلا شو بتلعب اي دور بلعب دور نورا بكون بنته لاستاذ رفيق علي احمد ومدام تقلا شمعون وكمان اجان شرف كثير كبير لإلي اني اكون عم بشتغل مع هيك ممثلين كمان على يعني اثنين متمكنين جدا توني مهنا شو دورك بالمسلسل دوري ورجعي شخصية هيك شوي كبير بالعمر نعم ناضج وتوفيت مرته وولاده سافروا لبرا نعم واخذ عم بيستلم مزرعة تبع بيا لنورا اوكي لازم تلتقوا شي محل لازم تلتقوا بهالمزرعة لازم خلص من كل تقينا هون anyways يعني نورا شخصية كثير حلوة ثانك يو وبعتقد كثير جديدة على عليها هي يعني لانه شفتها بعده ادوار عم تشتغلون هذا دور كثير كثير مزبوط دور انضج واكبر يعني بتجوز وبعيش مشاكل زوجيه يمكن شيء هلا ما مبروك وما عرفنا كمان معقوله اهلي مش عارفين بعد هلا عم نخبرهم دغري من حديث البلد فايه يمكن هيك كان بده شغل اكثر تحس هذا الاحساس انه انا مره مجوزه مثل ما قلتي بده نضوج يمكن في يعني شخصيه بتصفي مركبه اكثر لما بتكون مزوجه أكيد. بس بعتقد شو بيقولوا الشيء ببين من يعني البوتنسيال من عنوانه وبين قديش عندك بوتنسيال سينتيا بدنا نطمن المعجبين انك فري عاطفيا واليوم عاطي الاولويه ما بالك شيء ثاني واليوم عاطي الاولويه لشغلك عائلتك ولا اصدقائك بس للمهتمين فارس الاحلام لازم يكون اكبر منك بالعمر واهم شيء اروق منك لانك عجقه كثير مثل ما بتوصفي حالك مزمو. ونحن مثل ما بنشوفها هول الاسرار ونحن رح نزيد عليهم انه لازم يحب صوتك خاصه بالجاز والبلوز صح مزبوط صوتك حلو بالجاز هلا بعرف رح يجي بعد هاي يعني رح يجي ميكرو رح بس انه اتس هوبي بحبها كمان بحب الجاز الميوزك الجاز اكيد نحن بنحب نتعرف على يعني كل جوانب شخصيتك شو بدك تسمعينا؟ انا رح اسمعكم اغنيه بحبها كثير من انا وصغيره لباتريسيا كاس وهي موما كاما Very good. Avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs et moi je crois tout ce qu'il me dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons menses. Ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand
Tellement je crois à tout ce qu'il me dit. Wow, oui. الغنية صعبة باتريسيا كاس كثير صعب واحد يقدم مثلها عن جد مالتي تالنتد يعني عم نكتشف مواهب جديدة سينتيا بدنا نتمنى لك التوفيق بكل شيء بتعمليه على أمل إنه نشوفك بنجومية أكبر وأكبر بس قبل بدي أسألك أنت كيف بالحياة فناصة شوي ولا صريحة ولا كيف؟ حسب في سيتويشنز بكون كثير فناصه مش حكذب يعني يعني فينا نقول حلوه وكذابه اوقات فينا نقول اذا اوقات طيب لكن مشان هيك سينتيا خليفه وانترفيو كذب بكذب سينتيا بدك تجاوبيني بالعكس كل شيء يعني الاوبوزي اوكي كيف بتشوفي حالك كممثلة؟ عم بتقدم بالعكس عم بتراجع اكسكيوز مي اوكي عم بتراجع اوكي انت مؤمنة؟ شوي مين اكثر شخص بتكرهيه بالحياة؟ بكره كل العالم شو رأيك بحديث البلد؟ ما بطيقه وبكرهه عن جد فنص هلا تأكدت كم جريمة ارتكبتي لهلا؟ 10 ماينس 10 يعني قد ايه معك مصاري بالبنك؟ بحب كثير احكي عن هالموضوع بس قد ايه؟ اعطينا يعني مبلغ بعرف كثير منيح عن جد ما بعرف ما عندها فكرة ما عندي فكرة كنت عم بتقولي الحقيقة بأجوبتك؟ لا ابدا بدنا كذب كمان ولا شوي بدنا كذب بدنا كذب كمان كذب بهيدا. ايه اكيد ايه اكيد لا ولا شوي عكس ايه ولا شوي ايه ولا شوي يعني لا ايه لازم. يعني ايه انا جوابي الحقيقة ايه فبقول لك ولا شوي كنت عم تقولي الحقيقة بأجوبتك هدول؟ طبعا لا هلا شو عم نلعب ولا لا بعدنا ضمن اللعبة بعدنا ضمن اللعبة كنت عم بتقولي الحقيقة بأجوبتي اكيد ولا شوي تعرفت على كيتي برا بس هذا مزبوط السؤال تعرفت على كيتي؟ لا ما تعرفت عليها كيتي شو مكتوب على كارتك؟ ربطة العنق بميشيل والعقدة عليك جايبين له كرافات، بتعرفي تربطي كرافات؟ بدنا نجرب ولا برافو شرطي انا ما بعرف يلا بدنا نجرب يلا ميشيل ايه بدها تربطها؟ بدك تربط لك اياها للكرافات ليكي هلا بتعمل رقصة كان تعبان قبل شوي هلا رح يصحصح دغري بدك تحكي معي بارود بحديث البلد طلع بميشيل وقلي بتحبه ولا بتكرهه قلت له هيك دغري بيضحني
ربيع بارود، انت فنان لبناني معروف بصوتك الحلو، اطلالتك المحببه وادائك للاغاني الشعبيه والرومانسيه، ومؤخرا عرفت كمان برقصك المميز من خلال مشاركتك ببرنامج دانسينج وذ ستارز اللي غادرته الاسبوع الماضي. صح. ربيع، البرنامج حبب جمهورك فيك اكثر واكثر، حتى انه الفانز على صفحتك زادوا بنسبه 3 مرات يعني خلال صح. هالبرنامج، شو بتحس اضاف لك دانسينج وذ ستارز؟ اكيد دانسينج وذ ستارز هو يعني اتس ا جريت شو، انترناشونال شو، واكيد كان لي الشرف انه اشارك فيه، وكانت اكسبيرينس كثير حلوه بحياتي. اكسبوجر، عرف الناس على شخصيه ربيع، تعرفوا على ربيع شخص يمكن بالريبورتس اللي كنا نعملهم on a weekly basis، هيك صاروا يعرفوا يمكن شخصيتي اكثر. اكيد. انا شخصيا تعلمت الرقص يلي كانت ويك بوينت عندي. نعم. وكثير كانت اكسبيرينس حلوه عن جد، يعني نحن وجوا بنحس ايام بالتعب، بس واحد بس يطلع شوي بحس انه عن جد قديش اكتسبنا خبره حلوه. اكيد. ومثل ما قلت الناس تعرفوا عليك، بتعرفوا عليكم على حقيقتكم، خصوصا بالريبورتاجات يعني. صح. بيعرفوا انتم كيف بالحقيقه. صح. رح احط لك هالغنيه بما انه عم نحكي عن الرقص. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص، مين شبك غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص. هلا عم لك يا غصب عني أرقص. غازي صعب، شفت دانسينج وذ ستارز؟ على طول عم تشوفه، عم تحضره، بتشجع ميشيل؟ والله يعني انا من واحد بصوتوا له كمان، خليني عم بصوتوا لك كمان، بنخلص بعقلين كمان. ربيع، تبريت لمده اسابيع الى جانب الراقصه المحترفه كلوي حوراني اللي تالقت معها بمختلف انواع الرقص، وانسجامكم الكبير مع بعض خلى كثار يعتقدوا انكم على علاقه غراميه، مجرد اشاعه او فيها شيء من الصحه؟ ليك البارتنرز بالرقص هالقد نحن بنصير قراب. نعم. عرفتي؟ يعني عم نقضي يمكن ما بعرف 30 ساعة 40 ساعة بالجمعة، أكثر من عيالنا وأكثر من جد 4-5 ساعات تمرين بالنهار، أيام أكثر، غير إنه سبت وأحد عم نقضي 10 ساعات بال 12 ساعة هون بيزيدوا قد ما أنه تعبان، فبصير كثير قراب، وبالريبورتس عم نكون كثير على طبيعي يعني على طبيعتنا. نعم. وهي كلوي مهضومة كثير، بوجه لها تحية أكيد، مهضومة ومحبوبة الحقيقة. نحن كنا كثير على طبيعتنا، الناس تاثرت شوي اكيد بهالعلاقه اللي بتجمعنا اللي هي كانت لا في لا في شوف كان في كيمستري بالرقص ديفينتلي، يعني ككابل مزبوط يعني كان في تناغم، هي انسانه مبتسمه على طول هالمخلوقه، لدرجه في صوره عم بيبرمها ربيع راسها لتحت وعم تضحك عن جد فرجتني اياها جنان بلاط، بوجه لها تحيه عن جد مش طبيعيه، عم تضحك هي وراسها لتحت، يعني اقل فلتة بتطق رقبتها عم تضحك بالقلب عم تضحك. بعدين في شغله انه البوزيشنز تبع الرقص بيولد عند المشاهد انه في شيء بيناتهم، لانه على طول لازم يضلوا عم بيضحكوا ببعضهم، يتطلعوا ببعضهم، رقصات التانجو، رقصات الرومبا فيها 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 كثير ايموشن يعني بين اثنين، بحسوا انه في شيء مش معقول ما يكونش في شيء، عم بيطلعوا بعضهم بهالشكل، وبالتمارين وقت بيبقوا عم بيتمرنوا كمان في هالمزاج، مثل ما قلت في الاي كونتاكت كمان او في بعدين اذا ما صار هيك بالتمارين، اذا ما صار في مزح ووحده حال بين اثنين ما بيوصلوا لمحل. اكيد. صح. اكيد يعني ما في شيء بالنسبه انا بالنسبه لي لا ما في شيء. بالنسبه لي عم قلك لازم يعني البارتنرز يكونوا هالقد متفقين، فلا كان في انسجام اكيد، وهذا الشيء كان واضح بالرقصات، بس ما في لا اكيد ما في علاقه، نقطع السطر يعني. ربيعه، قبل ما نكمل معك خلينا نسمع سوا باقه من ابرز اغنياتك بهالميوزك ستوري، وكونسيدر تعمل ديو مع سمعت صوتك، صوتك كثير حلو عن جد. ثانك يو ثانك يو. ورجعت لها طبعا لانه اشتقت لها، فكرت نسيت وبالاخر بديت عالدنيا كلها، ورجعت لها طبعا لانه اشتقت لها، فكرت نسيت وبالاخر بديت عالدنيا كلها، بهاللحظه بالظبط
من حدي ما تروحي هاللحظة بالذات توحدنا يا روحي بيعتبروها رقصة وهي أول فرصة بيعتبروها رقصة وهي أول فرصة بعد ما صرتي إلي تضمك يا روحي مؤخراً فيديو كليب لأغنية أول فرصة من ألبومك الأخير ورجعت الله، وهالأغنية اللي لحنتها بنفسك وكتبها خيك جان بيير بارود لعروسته حتى رقص عليها الرقصة بحفلة زواجه، بتعبر عن فرحة اللقاء بالرقصة الأولى. ليش اخترته أنت والمخرجة فرح علامي أنكم تصوروها بالأسود والأبيض؟ هالغنية بتذكر طلعت بحلقة حديث البلد وحكينا كانت بعدني عملها لعرس خيي. صحيح. وقت ما اخذت انتشار الغنيه على يوتيوب وبكل اعراس، يعني بكثير من اعراس لبنان هاي السنه، يمكن بلدان عربيه انحطت كفيرست دانس، قررت صورها على طريقه فيديو كليب. نعم. وقعدت انا وفرح قلت لها الغنيه صادقه كثير، لدرجه حتى الارينجمنت اللي انعمل نيكولا شبلي بوجه له تحيه اكيد، انعمل بطريقه كثير سمبل وكانت هالقد دريم الغنيه، فحبيت يكون الكليب هالقد كمان بيشبهها اسود ابيض، كانوا عم نرجع للعصر الرومانسي يعني. فهالقد طالع هيك شيء سمبل وهيك ستريت تو ذا هارت يعني. يعني اوقات سمبليسيتي ما بيقولوا فيه بوتي حتى بتنطبق على الكليبات، لان اوقات بس عم شوف كثره التعجيق بتضيع الاغنيه وبتضيع الكلمه والمعنى. ربيع بارود، قبل ما نكمل معك خلينا نشوف سوا لقطات من كليب اول فرصه. بس حتى نشوف شو بدك تعمل. بدي اطلع بالكاميرا والبلاير باسم. صح. هاللحظة بالذات من حدي ما تروحي، هاللحظة بالذات توحدنا يا روحي بيعتبروها رقصة وهي أول فرصة، بيعتبروها رقصة وهي أول فرصة بعد ما صرتي إلي تضمك يا روحي. يا حياتي الليل دخلك هالأبيض شو لابقلك، يا أميرة قلبي أنتي أنا قلبي شو مشتاقلك، يا حياتي الليل دخلك هالأبيض شو لابقلك، يا أميرة قلبي أنت. ربيع عن جد أخذتنا لها أجواء رومانسية، يعني بتشبه شفتك هيك مندمجة بال. وبدي أقول هاي لفرح علامة اللي هي أنا بالنسبة لي مخرجة كتير هيك واعدة مثل ما بقولوا، وهذا ستيل تبعها يعني كتير حلو هيك رومانسي وناعم يعني سهل ممتنع. صح. إذا بدنا نقول ربيع، بعد ما كان عندك عدد من الحفلات بالمكسيك ونيويورك مثل ما عم نشوف بالصور قدامنا، أحييت ليلة راس السنة بتونس وأقمت حفلة ناجحة جدا بأوتيل لرويال دبي، وقريبا رح يكون لك حفلات جديده بدبي وتونس مصر وغيرها، يعني مصر. عندك برمه مصر طويله. وعلى صعيد الاصدارات عم تستعد حاليا لاطلاق اغنيه جديده، مراهن انها رح تلاقي نجاح كبير. صح. ان شاء الله. طيب هلا قلت لنا هذه الاغنيه بعد ما فيك تسمعنا اياها. ابدا شو رح تسمعنا؟ هيدي الاغنيه ما بدي احكي عنها لانه انا مراهن على هيدي الاغنيه اللي هي برات الالبوم. نعم. وانا كان سبق ونزل البومي من فتره ورجعت له صورت منه اخر غنيه اول فرصه. شو بدنا نسمعك؟ بنسمعك شيء من الالبوم. بركي بنغني ورجعت له. يلا حلوه ورجعت له كثير حلوه. ايه ورجعت له رجعت له طبعا لانه اشتقت له، فكرت نسيته وبالاخر
بديت عالدني كلها مع غيرك طار شافتني لا خانتني ولا نسيتني اللي متلقلال صدقني الله هداني الحمد لله. حلو صارت معك ربيع انه انه حبيت وبعدين لقيت ظهرت مع غير بنات وبعدين لقيت انه لا الحب الحقيقي كان بغير محل حبيت كثير ورجعت له كذا مره صارت معك ورجعت له ولا رجعت له ورجعت له ور في ريم ور ور رجعت لها كذا وحده حبيتها ورجعت لها. لا اكيد دائما دائما في واحد هيك بيكون في حب شخص هيك يعني شخص دائما مميز اكيد بيعني يمكن شغله على باله بس بكون رايح دي فرنسا بيعني كثير هلا طلعت هضامته على حظك هو دائما على حظي انا عم برقص هذيك المره صار يبرق من قدام الكاميرا طلع لك بالسحب طلع لي باليراسين ربيع بارود بما انه كنا باجواء رومانسيه وباجواء غرام ربيع بارود وانترفيو الحب اها بلشنا نسلطن هلا باخر الحلقه ربيع كرمال الحب معقول تغير شكلك؟ لا فكرت فيها بس شوي انا فكرت ليه السؤال لا كرمال الحب معقول تهاجر على مالي؟ لا مالي وماله مالي وماله عمالته كرمال الحب معقول تخسر كل مصرياتك؟ ممكن ممكن كرمال الحب معقول توقف غنى؟ لا كرمال الحب معقول ترتكب جريمة؟ لا كرمال الحب معقول تجن؟ الا ايه الا ايه معقول الجن هي صايره مبينه ايه يعني متاكد منها 100% معقول يكون ميشيل مرق بحاله حب لو وصل لهالحاله اللي هو هو صراحه صراحه حاله لا مرقت بحاله مرقت بحاله جنون مشان لو وصلت للحب لا غادي صعب قصص الحب كثير بتنقرا عندكم بالمكتبه اكثر من غيرها أنا منجيب كل الروايات بالعربي إنجليزي فرنسي وأكثر شيء بيستغيرون قصص الحب ما هيك في طلب دائما في طلب على في بلاي بوي نو نو ما رح يطلع بقى وهلا البلايند تيست ماري تريس غريب قمر كريزي وغادة ناجي بونسوار ماري تريس اهلا وسهلا فيك ميرسي ماري شو بتعملي؟ انا بالترمينال بالايسود المنصورية ميرسي كثير للايسود المنصورية كيف معلوماتك بالاغاني؟ هيك وهيك يعني بدك تدعمي فريقك؟ بساعده قد ما في اوكي غادة؟ yeah. غادة شو بتعملي؟ I'm grade 11 grade 11 ب grade 11 كنت عايشة برا لبنان غادة yeah. وين كنت؟ كندا بكندا يعني مغتربة فانكوفر فانكوفر؟ بفانكوفر وكيف معلوماتك بالاغاني العربي يمكن مش كثير kind of. في اجنبي كمان اوكي اوكي بدنا ندعم الفريق قمر هاي قمر كيفك قمر شو بتعملي انا بجريد 12 بايسود كفرشيما اوكي لكن عمل هون كفرشيما هون منصوريه وهون كفرشيما لا انت كمان كفرشيما اوكي لكن مش قاسمين فريق منصوريه لحالها منصوريه كيف معلوماتك بالاغاني يعني مش كثير اذا فيهم يساعدوني بيكون كثير منيح اوكي لكن فيك تتنقلي قد ما بدك من فريق هلا بدي اطلب من كل فريق يتشاور على السريع مع بعضه وينقي اسم لفريقه هيك لازم يلا يلا اي 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 يلا يلا على السريع
سكوربيو شو قررتوا؟ مكتب تبعقلين على الشمال. بس هلا كيتي ما تزعبري لانه المكتب ببعقلين العلمات مضبوطين بدنا اياه. احنا لقينا اسم كثير سبيسيال. الاسم اسم فريقنا نعم فوت نمبر 2. فوت نمبر 2 يا حتى توني مهنا متفق معهم. انا شايفت لك لكن عنا على الشمال مكتب تبعقلين، على اليمين فوت نمبر 2. لنبلش البلايند تيست. رح ادي على استوديو حديث البلد الدي جي توني سي. لا قاضين عليها على الحمر. معنا وينات الحمر نحن معك لا فيها لكن فوت نمبر 2 ميشيل ابو سليمان. اذا حابين تشوفوه على العكازات بعد شوي رح نبلش بالاغاني مثل العاده. عندنا 5 اغاني واللي سبق شم الحبق. شم الحبق. تركيز قوي كثير. بدنا اسم الاغنيه مش اسم المطرب. رح تسمعوا المطلع. اوكي توني يا أنا أنا هيك فكرت أول شيء. كمان يا أنا بدك تنسي فيك هلك ما بيعني لي أمرك ولا بتأثر فيك تبقى فيك. نانسي عجرم ربيع بارود هو اللي جاوب وحقق نقطة لفوت نمبر 2. تركيز قوي كثير. مكتب تبعليك بدنا نعادل. اوكي تركيز قوي وتوني. رغب علي بي انا ما بهزرش. شو بدنا نعمل؟ انا عن جد عن جد ساعدوهم جمهور لرفيقكم لماري. ليك ماري حرام نطرتكم وغادة بليز. اوكي لكن صارت الاثنين لفوت نمبر 2 وعقلين ناطرين هلا رح نحقق نتيجه. تركيز قوي كثير وتوني. على مكتب تبعقلين وماريا اللي جاوبت ميرسي سنتيا. تركيز قوي كثير. مجموعة كتب لسنتيا. ان شاء الله بتلاقي بعدين بعد فتره بمكتب تبعقلين بكون في كتب عن سنتيا. ان شاء الله. تركيز قوي كثير وتوني. توني عياد تتفرحي. بعقلين وكيتي من بعقلين وتفحت من بعقلين والمكتب بعقلين بقوم بيطلع له واحد. بتعرفوا ليش واحد مش فوت نمبر 2؟ لانه نمبر 1 مكتب بعقلين. او هيك بكون الفريق اللي على اليمين تقدم. بس مثل ما قلنا مكتب بعقلين نمبر 1. وهيك بتكون حلقتنا لليله من حديث البلد انتهت. وضيوفنا لليله كانوا دوري شمعون سابين توني مهنا غازي صعب سنتيا خليفه
ربيع بارود. وصديقنا لليلة فوت نمبر 2 ميشيل أبو سليمان. تصبحوا على ألف خير، ملتقانا الأسبوع المقبل.